يا ترى وزير الخارجية المصري بيعمل ايه في امريكا؟ وايه هي المهمة الرسمية اللي كلفه بيها الرئيس السيسي؟ وهل تحمل الزيارة رسالة بنفاد صبر القاهرة؟ وايه تداعيات الزيارة على الوضع في المنطقة؟ بانكير نبض البنوك. كلنا شايفين تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة وشراسة العدوان الإسرائيلي والوضع على الحدود وموقف مصر القاطع منها، ولكن آخر التطورات إن إسرائيل مش عاوزة تجيبها البر زي ما بيقول المصريين، وبتضغط على الفلسطينيين وبتجبرهم على النزوح للرفح الفلسطينية، والباقي طبعا معروف. مصر قالت كلمتها في البداية وإننا قادرين نحمي حدودنا، وفي رسائل وصلت تل أبيب إن العبث في الملف ده معناه لعبة بالنار مع مصر وإنتوا مش حمل غضب السيسي، ولكن في النهاية نتنياهو عاوز يصدر مشاكل وخلاص عشان يهدي الوضع الداخلي. امبارح وزير الخارجية المصري سامح شكري طرف زيارة سريعة للولايات المتحدة عشان يوضح الصورة على الأرض للإدارة الأمريكية، وإن اللي بيحصل لازم يقف وفيه حدود للحرب. حسب متحدث الخارجية، شكري هيقابل مسؤولين رافعين المستوى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بما فيهم رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي، وده بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وكمان يحطهم في الصورة عن اللي بيحصل في غزة. زي ما احنا عارفين إن وزير الخارجية بتكون زياراته رسمية لدول كبيرة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وشكري رايح في مهمة خاصة من الرئيس للوصول لطريقة لوقف الحرب في غزة وشرح الوضع على الأرض، وطبعا مع التأكيد على أن أمن مصر قومي وحدودها خط أحمر، وده سبق وتقال كتير، وكمان الرئيس السيسي قاله بوضوح مع الرئيس بايدن واللي أكد له أن مفيش حاجة اسمها تهجير. بانكير نبض البنوك.